الآن مصر تسطر لمبادئ لحقوق الإنسان وفقا للأيكولوجية المصرية. يعني إيه أيكولوجية مصرية؟ يعني بيئة مصرية، بمعنى مبسط للرجل الشارع، ينفع أجيب نخلة من أمريكا أجي أزرعها هنا عندي في مصر أو في أسوان؟ هتموت. بالتالي حقوق الإنسان لما اتعملت 48 كان قصدها زي ما حضرتك نبيل، ولكنها لم تفلح. تمام؟ الآن يسطر النظام السياسي المصري لإعلان حقوق الإنسان وفقا لأيكولوجية سياسية جديدة. إيه هي الأيكولوجية دي؟ هي إعادة بناء الإنسان. طب من خلال إيه؟ من خلال الجمهورية الجديدة. هدف الجمهورية الجديدة هو إعادة بناء الإنسان. تمام؟ بطرح جديد قائم على إيه؟ قائم على الابتكار السياسي. تعال بقى نشوف إيه سمات الجمهورية الجديدة المصرية، مش العاصمة الإدارية المصرية. لا احنا على بص، انا موافق حضرتك جدا جدا، وفي اللي حضرتك بتقوليه بشكل كبير، ولكن ايضا انا عايز اقول لك ان هي المسألة يمكن عشان المصطلحات اللي بتستخدميها اكاديمية. ايوه. هي القضية بالاخر كده، الدراسة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كليته من اكتر من 25 سنة، كان كاتب فيها ان كل قوانين العالم لا تصلح لكل دول العالم. هي دي الايكولوجيا السياسيه بأي مكان. بالظبط، ده هو ده فكره. بالظبط، واننا يجب في دولنا وخاصه في مصر ودول العالم الثالث ان يكون لنا فكر مختلف بالزبط. عن بقيه الدول، وان احنا نهتم بشعوبنا وبتعليمهم وصحتهم كاساس للتحرك الى المستقبل، وليس بالضروره ان انا اخد منك ما تفرضه عليا بطريقتك، وخاصه الديمقراطيه. اشكرك. بالظبط، عشان لا عشان ما حدش يفتكر ان احنا ضد الديمقراطيه. لا هي مش كده، فوضى ديمقراطيه. هو بالظبط كده. بالظبط كده، هي الفوضى الخلاقه اللي هم كانوا عايزين يطبقوها عندنا بعد اذن بالزبط. حضرتك دي لا تنطبق عليه. بالظبط، احنا خرجنا منها الى اعاده تنظيم المجتمع واعاده الاستثمار في الموارد البشريه المصريه وفقا للبيئه المصريه.